الناس اللي ساندتنا كنا كنعرفوا المقابله عارفين غتكون صعيبه ودخلنا كاين داك الضغط اللي يعني اللي خلاته المقابله الفارقه ديال في الانهزام فريق رجاء بعمان. الحمد لله استطعنا باش نتفوقوا على هذاك الضغط هذاك وتصبنا الحمد لله 3 نقاط مهمه اللي غتزيد تدفعنا ان شاء الله باش نواجهوا فريق الكوكب المراكشي في المقابله القادمه ان شاء الله كمقابله قمه. نتمنوا من الله سبحانه باش تكون مقابله السعود باذن الله باش نرجعوا للفريق هذا الفريق مكانته الحقيقيه باذن الله. شكرا.